يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يستخدم التفسير الإشاري في جميع آيات القرآن؟ هذا عند الصوفية، تفسير الإشارة هذا عند الصوفية، تفسير معروف، إما بالقرآن فسر القرآن بالقرآن، أو يفسر القرآن بالسنة، أو يفسر القرآن بتفسير الصحابة، أو يفسر القرآن بتفسير التابعين، هذه وجوه التفسير. وأما تفسيره بالرأي أو بالإشارة كما عند الصوفية فلا، لا يجوز. نعم.